الشراويط وكتهرب. الكلبة كانت خاف وعزيز عليها بنادم، باش الكلبة كتولي تسحب راسها راه صحيحة، كتقول أنا راه واعرة. إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا خوتي اليوم معنا واحد الكليبة اللي هي النوع ديال الريد نوز مخلطة مع ستاف أمريكا. إذا هاد الكلبة السن ديالها 6 أشهر، وجابتها لينا مولاتها باش تعلمها لاطاك، حيت ظريفة بزاف كتحرش على الناس والو، ظريفة كما كتلاحظوا معانا، باغا غير تلعب عز على الناس، ظريفة لواحد الدرجة كبيرة. وهاد الريد نوز نقدر نقول لكم كاع تقدر تكون ظريفة أكثر من شي كانيش. غادي نوريكم الطرق باش تخدموا الدريساج ديال لاطاك مع الكلب ديالكم بلا ما تحتاج تضربو، بلا ما تسعرو، بلا ما تسد عليه، بلا والو. غنوريكم الطرق الصحيحة باش تخدمو مع الكلب ديالكم لاطاك، باش الكلب ديالكم يولي يدير لاطاك ويولي كيعض مزيان. كما كتلاحظو الكلبة كما كتلاحظو عز عليها الناس، عز عليها تلعب. بالنسبة لهاد لاطاك بزاف ديال الناس واخدين على واحد النظرة خايبة وواحد الفكرة خاطئة، تيقولو بلي هاد لاغاس ديال الصاف وبيت فول الريد نوز هاد لي مولوس كيكونو قباح وخايبين، تيضرو في الولاد وتيعطلو بنادم وما تقدرش تربيهم وكيكونو مكلخين. هادي كاملة هضرة خاوية اخوتي. هاد الكلاب كيكونو ظريفين، تيكونو ذكيين، غير كيتعلمو، غير مالوغوزمون الناس كيلوحو عبر الانترنت وداكشي شي فيديوهات وشي فيديوهات ديال هاد الكلاب اللي كيعطيو واحد الصوره خايبه عليهم. هما فعلا كيعتمدوا على واحد لاماشوار، على واحد الفك اللي صحيح كيعض مزيان، كيكون ميوسك اللي فيه العضلات، ولكن هما تيكونوا ظريفين على حسب انت كيفاش كتربي الكلب. كما كتلاحظوا هاد الكلبه ها هي ظريفه ما تتعض ما والو، جابتها ليا البنت مولات الكلبه باش نعلمها لاطاك. الكلبه ما تتعضش والو. غادي نوريكم الطرق الصحيحه باش تعلموا الكلب ديالكم يعض مزيان ويدير لاطاك، منين تعطي انت الامر باش يعض، ماشي يعض عشوائيا، حيت لاطاك ماشي كلبك مخرجو اللي بان ليه خصو يعضو، ماشي هو هذا لاطاك، خاصك انت تعطي الامر باش يعضو والامر باش يحبس العضان، هذا هو لاطاك. كما كتلاحظوا الكلبة راه ظريفة باغا غير تلعب، فرحانة عندها 6 أشهر وغادي نبداو معاها الحصة. أول حاجة ملي كتبغي تدريسي كلبك على العضان، كيف ما كان الكلب ديالك صغير كبير قد ما كان كتبدا معاه بالشرويطة. أنا خديت هاد الشرويطة كما كتلاحظوا معانا، فوطة عادي خديتها من ديكاطلون، وانت خذ اللي بغيتي وكتخدم مع كلبك العضان. الكلب خاصو يتعلم يعض في الشرويطة، علاش؟ باش كتخدم ليه المشوار ديالك، كتخدم ليه الفق ديالو باش كتخدمو باش يولي عضلك مزيان. كيف ما كان الكلب ديالك كبير صغير صحيح ماشي صحيح كتبدا معاه ديما بشرويطة بحال هادي كتبدا معاه. إذا غادي نوريكم في الفيديو كيفاش تخدم مع الكلب ديالك العضان. Oui, mon chien. 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 Oui, mon chien.
Bravo.
الشمسه كما كتلاحظوا الكلبه بغا تشوي كتخاف. اذا خوتي اول مره تتبغي تخدم مع كلبك، الا بغيتي يبدا ينبح عليك ما تضربوش لوجهه، ديما حاول يديك تمشي ليه هنايا مثلا بحال هكا وكتشعر ويدك ما تمشيش ليه الوجه، تمشي ليه مثلا رجلي بحال هكا، تمشي ليه بحال هكا ما تضربوش لوجهه. الا ضربتي لوجهه الكلب غيبدا يخاف، ما عمرك تضرب ليه وجهه، ضربو ايدي دوز يدك بحال هكا من حدا رجلي. هانتوما لاحظوا معايا من الكلبة ديالكم كتنبح هرب المرة الأول.